صلوا على النبي يا جماعه، بقالنا فتره كبيره جدا ناس كتيره مستنيه عوده نيمار النجم البرازيلي لصفوف الهلال، وان احنا نشوفه في الملاعب ونشوف الكره الحلوه والجميله منه. انا مش منتظر ده، انا مش منتظر نيمار، لكن في ناس كتير منتظره نيمار تشوفه. انا مستمتع بكره الهلال في الفتره الحاليه بالشكل الجميل ده وتحقيق البطولات اللي حققها الهلال. الهلال خد الدوري وخد الكاس وخد السوبر مرتين في ظل غياب نيمار، وبدون هزيمة في دوري وكاس، وبدون هزيمة محلية بالفترة الطويلة دي في غياب نيمار النجم الكبير اللي انت بتقول عنه بقى لنا فترة يعني. فاليومين اللي فاتوا كان بيتحضر نيمار عشان نشوفه في أرض الملعب، فالتقارير الصحفية أو الطبية قالت إن نيمار لسه محتاج شهرين. الصحافة والإعلام قال لك صدمة كبيرة للهلال بسبب نيمار، وصدمة موجعة وأزمة كبيرة. تقرأ الأخبار تحس إن نادي الهلال واقف على نيمار. أنا من نفسي أنا مش محتاج إن نيمار أشوف مع نادي الهلال. الهلال مكسر الدنيا بدون نيمار، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك، ماشي كويس قوي. اللي مستني نيمار يستناه بقى. لكن أنا شايف، بص أقول لك حاجة، أنا عندي مالكم وروبن نيفيز وسافيتش، اللعيبة دي وجودها اهم من نيمار. زي ما اقول لك حاجه تاني، ميشيل ديلجادو انه كان يفضل من هلال في الهلال من وجهه نظري انا افيد من نيمار، لان انا مش عارف نيمار هيجي يلعب للهلال ولا هيجي يلعب لنيمار. لعيب مستكفي وباصص لنفسه نجم وهيلعب لنجوميته، والناس هتبص للكره اللي هو بيلمسها هتسقف وهتطنش باقي اللعيبه، فده هيسبب ممكن ازمه. فان هو يبعد ده حاجه بسم الله ما شاء الله. انا بالنسبه لي انا، فانا هفضل مستمتع بنادي الهلال واللي بيقدمه. لكن الاعلام بقى انت عارف بيحبش الدنيا مش عارف عاوز يوصل لايه. فوجود نيمار ان هو يثبت نفسه، لكن غياب نيمار انا شايف الدنيا ماشيه زي الفل. الهلال بيلعب بطريقه كويسه جدا، بيلعب بشكل جيد. مكان نيمار هيبقى فين؟ انا مش عارف لغايه دلوقتي، لان انا يعني في مطحنه نجوم، الهلال بيأدي بشكل جيد جدا وممتاز، وفي عندنا محمد القحطاني لسه ما اتفرجتش عليه، عنده لبسه كوره بس عايز ثقه كويس جدا، يبقى تشوف منه كور يعني. ناصر الدوسري في كوره حلوه ما شفناهمش لسه، اللعيبه دي احنا ما شفناش الاداء اللي عندها المرتفع طبعا. وكانسيلو جاي، وفي المهاجم الجديد، في مجموعه حلوه جدا داخل نادي الهلال بتلعب للهلال. المنظومه عندها الهدف الاولاني والنجم هو نادي الهلال، فهيجي نيمار يبص للنجوميه بتاعته ممكن تخسر نادي الهلال. ولكن انا يعني شايف ان نيمار محتاج ان يثبت نفسه جوه الملعب، قادر ولا مش قادر، راجع بعد اصابه ما قدمش حاجه الفترة اللي لعب فيها معنا الهلال، الهلال كان نتائجه مش كويسة عشان أكون واضح معاك. مش عارف سجل هدف وحيد تقريبا في المباراة اللي هو لعبها، هو لعب 5 مباريات وبعد كده اتصاب، ما قدمش أي حاجة يعني، ما جابش ب2 جنيه من الفلوس اللي هو بياخدها، بس علاج وقاعد كل شوية يحتفل بالبطولات اللي الهلال بياخدها. يعني الهلال في فترة وجود نيمار وهو مصاب وبيتعالج خد دوري وكاس وكاس سوبر وكاس سوبر، 2 سوبر، سوبر الموسم اللي فات وسوبر الموسم الحالي ودوري وكاس، يعني 4 بطولات، 4 بطولات وهو قاعد كده، وكاس موسم الرياض. يعني تقول لي ده بطولة كده، يعني 5 بطولات، 5 بطولات. طب انت هتيجي تعمل ايه يا عم نيمار؟ ده اللي احنا مستنينه منك، ده الكلام اللي يعقل اللي انت تقول فيه. انت عندك مدير فني عنده جاهزية لعيبة بيلعب 4-2-3-1 بشكلها الجديد المتحدث مع الجمل التكتيكية اللي موجودة عنده. جيسوس مدرب، أو كيسوس مدرب حلو جدا وعبقري، عنده إمكانيات لعيبة خامة بيقدر يفصل منها القماشة والجملة اللي هو عايزها. نيمار هينسجم مع المجموعة دي ولا مش هينسجم؟ ده اللي منتظره منه. مش هينسجم، أنا مش عايزه مع الهلال، عشان التقارير اللي عماله تتكتب نيمار هيزم يعمل ازمه وما يعملش ازمه. لا لا، خليه بتاعتكم انتوا بقى، تكتبوا تقارير بتاعتكم دي وتتكلموا كتير بالنسبه لكم. خلاص الهلال مش محتاجه في الفتره الحاليه انا شايف. وميشيل ديلجادو انا زعلان ان ميشيل ديلجادو مشي، ميشيل ديلجادو لانه عنده كوره، حرفنه الكوره، حريف كوره، وشفناه في الماتشين بتوع كاس السوبر بصراحه نجم، نجم من اكتر اللعيبه اللي بتجري وعنده امكانيات عاليه جدا
وهو بيحب الكوره وبيلعب. سعود عبد الحميد ما لعبش زيه في كاس السوبر، عشان نكون واضحين في النقط دي كويس. فنيمار بالنسبه لي كارت، انا ما اعرفش، مش واضح بالنسبه لي. لكن الهلال من غير نيمار زي الفل، زي الفل وبسم الله ما شاء الله. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وبشكر كل الناس اللي بتدعمني وواقفة جنبي، واللايك يعني والمشاهدات بتسعدني طبعا. وربنا يجمعنا على خير ان شاء الله بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.